في هذا المكان يعود للصناعة التقليدية ألقها. مجمع الصناعة التقليدية في مراكش مكان للإنتاج والعرض والسياحة، مهن ضاربة في التاريخ يستميت هؤلاء في الدفاع عن بقائها أمام آلة التقدم العلمي التي لا ترحم، لكن المناخ الاقتصادي العام لا يساعدهم. أزمة اقتصادية اللي أثرت بواحد اللي كان عندها واحد التأثير كبير. مسألة أخرى هي ما كاينش دعم بالضبط للصانع التقليدي، موجه للصانع التقليدي بالضبط. والمشاكل الأخرى هي لك الزبائن اللي تيجيو، الزبائن اللي بغينا الكم وما بيناش الكيف. هذا الرجل يعمل في النقش على النحاس منذ 34 سنة، يقول إن السنين الأخيرة كانت عجافا. كاين الغلاء في المواد الأولية، باش يمكن لك شيء باش تشري واحد البياسة غالية وتبيعها لواحد الأجنبي غالية، تقدر يلقاها في بلاده هو بنص ثمن عليك أنت، كيفاش هادي يمكن يتقدها من عندك؟ هادي الأولى. ولقت حنايا فاش كانت تجي سلعة غالية كنديروا حاجة متقونة وزينة ما كتباعش لأن كتجيهم غالية. ويعول الصناع التقليديون على مزيد من الدعم الحكومي للحفاظ على بقاء مهنهم التي تعد مورد رزقهم الوحيد ووسيلة لدفع عجلة السياحة المتعثرة في السنوات الأخيرة. أساسا بثلاثة المحاور، هي الإنتاج، دوام الإنتاج، التسويق والإنعاش والتكوين، يعني هذا هو المجهود الكبير اللي كدير وزارة الصناعة التقليدية في إطار أنها الحفاظ على الصناعة التقليدية. وتحذر عدد من جمعيات الصناع التقليديين من اندثار هذه الصناعات التي كانت رافعة أساسية للاقتصاد المغربي في وقت من الأوقات، وتواجه حاليا تحديات العولمة مع إغراق الأسواق بمنتجات شبيهة بمنتجاتهم بأسعار أرخص. ينسجون بأناملهم تحفا فنية ويخلقون شيئا من لا شيء، إنهم الصناع التقليديون، لكنهم في المقابل يشتكون من منافسة شرسة من الصناعات الحديثة ومن أزمة اقتصادية خانقة حالت بينهم وبين زبنائهم المفضلين الذين هم السياح. يوسف ياسين، سكاي نيوز عربية، مراكش.